الآن حقوق الإنسان تنتهك من عصابة ومن دولة، وهذا كثير من الدول معترفة بهذه الدولة وهي دولة فيما متعلق، لكن احنا لحد اليوم نعتبرها عصابة وتتصرف الآن كمجموعة خارج عن القانون بكل معايير. أنه القانون الدولي الإنساني، كل اللي موقعين على القانون الدولي الإنساني والدول العظمى موقع على القانون الدولي الإنساني تشاهد الجرائم في غزة ولم تحتج لقتل بشر، هذا واحد. اثنين، للجرائم الدولية، هل يوجد جريمة دولية الآن للعالم أكبر من جريمة الإبادة التي تمارس في غزة؟ البعض يعتبرها دول العظمى مجموعه يعتبرها انه هذه دفاعا عن النفس، اي دفاعا عن النفس تقتل اطفال وهم عزل اطفال. الان البارحه مثلا في مستشفى الشفاء اطفال حديثي الولاده قتلوا. بعد خراب البيئه، هل كل ما يدور هذا؟ فبالحقيقة أنه هذا القانون الدولي الإنساني علي أن أقوله، وهذه العبارة أنبسها لي كمواطن بصري، لا أحكي كمواطن عراقي كإنسان عفك من كل العناوين اللي أقوله، أريد أتحدث كإنسان لأنه اليوم إحنا قاعدين في ندوة تتحدث عن حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان تنتهك أمام أعين الجميع، ولا واحد من الدول اللي وقعت على هذا القانون الدولي الإنساني أوقف جرائم الإبادة وجرائم البيئة والجرائم التي لا تسقط حوارتك اللي قلتها بالتقادم. طيب أي قانون دولي بعد يتحدث عنه؟ فأرجوك أنه إحنا اليوم كعراقيين وكبشر رفنا من كل المسائل كبشر، علينا واجبنا الأخلاقي أن ندين جرائم الإبادة في غزة. شكراً.